انت تقول لي الاحزاب، هاي الاحزاب اللي هي اساس مكونات مين جاي الاحزاب، غير اني جاي من اساني كمكون كردي بالاقليم، غير اني من الاحزاب اللي الشارع اللي عندي وصلني لهذا البكان، يعني ما اجيت من الفراغ. احنا والله ما تزعل، واصلين. لا لا ها والله تزعل من لا اليوم. اسمعني بس خليني اليوم اكمل لك، انا بس اذا اعقب على كلامك تزعل مني. اكمل لك، لا لا بس اكمل لك، مستاثرة كمل بس، والله بس اكمل لك. انت تقول مستاثرة ومستاثرة يا بيد المال والسلاح يا انتخابات ما يخالف، خليني اقول لك، خليني اقول لك يا حزب ما يصير، خلينا نتكلم، حزب ما يسوي، ما يسوي انتخابات يريد يجي يسوي عمليه ديمقراطيه. خلينا اكمل لك، خليني اكمل الى ان وين ما وصلنا. وصلنا الان في هذه المرحله الخطيره اللي صارت، ووصلت النار للكتل السياسيه، وصلت. اذا صارت اكو مظاهرات، هذه المظاهرات شنو نتج عنها من الحسنات مالته؟ انه تغيير قانون الانتخابات. هذا قانون الانتخابات اللي كان بعد مليون سنه ما يتغير لولا هذه التظاهرات، اضافه المفوضيه اللي كانت مرسومه رسم على هذه الكتل السياسيه، اضافه الى انه مجالس المحافظات، كثير من الامور اللي حدثت.